وحول تواصل حملات مرشحي الرئاسة الأمريكية معي على الهواء مباشرة موفد التلفزيون المصري من نيويورك مصطفى مزار. مصطفى، صف لنا الأجواء لديك وما يدور في الأوساط الإعلامية انتظارا للانتخابات الأمريكية وانطلاق سباقها في 5 نوفمبر. إيمان منصور، تحياتي إليك وتحياتي إليك دينا فكري وكل مشاهدي التلفزيون المصري. الأنظار على مستوى العالم تتجه إلى متابعة هذه الانتخابات، الانتخابات الأبرز على مستوى العالم والتي يتابعها العالم عن كثب، وما ستسفر عنه وما ستسفر هذه الانتخابات عن من سيتسيد وسيجلس على كرسي البيت الأبيض في واشنطن ليكن هناك قضايا ملحة يتم مناقشتها. العالم كله يترقب هذه الانتخابات إمام منصور في ظل ما يشهد العالم من تحديات ومن حروب ومن صراعات تفرض نفسها في الوقت الراهن. لكن بنظرة سريعة إيمان، لو تحدثنا عن الوضع في الداخل الأمريكي، الاتهامات متبادلة بين الطرفين، بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، كلا الطرفين يتبادلان الاتهامات بصورة علنية وواضحة وأمام الجمهور وأمام الناخبين، خاصة بعد أن أمضينا أكثر من 3 أيام فيما يعرف بالتصويت المبكر، وهناك ولايات بالفعل قد أدلى مواطنيها بنسبة 51% على سبيل المثال في جورجيا، والتي يعني أدلى الناخبون فيها بما يقرب من 3,700,000 ناخب بأصوات بنسبة تفوق 51% من إجمالي من لهم حق التصويت داخل هذه الولاية. القضايا الملحة والمطروحة إيمان على النقاش ما بين الفريقين، قضية الإجهاض وقضية النوع، تحديد النوع، هذه القضايا قضايا حقيقية تناقش بصورة واضحة وبصورة صحيحة. الطرفان يدعوان كل منهما إلى تبني وجهة نظر مغايرة عن الآخر، لكن بالأمس القريب تحدثت هاريس عن جزء محدد وغاية في الأهمية، وقالت إنه يجب أن نطوي هذه الصفحة، صفحة دونالد ترامب، ونحافظ على الولايات المتحدة الأمريكية. هو الآخر تحدث بدوره وقال إن أمريكا يجب أن تنقذ من الانهيار الاقتصادي، وإذا فزت في هذه الانتخابات سوف أحافظ على الولايات المتحدة الأمريكية وأعمل جاهدا على وقف الحروب في الشرق الأوسط وفي العالم أجمع. لكن لافت في النظر، المحكمة الدستورية العليا إيمان في الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت أمر بالأمس متعلق بتنقية كشوف الناخبين من بعض الناخبين، مع العلم أن هناك قانون في الدستور الأمريكي نص على أن هذه الكشوف يجب أن تنقى قبل 90 يوم من الانتخابات. في 86 مقاطعة بالتحديد كان هناك فارق كبير في هذه المقاطعات، وقالت المحكمة الدستورية والتي أدلت بدلوها في هذا الموضوع، قالت أنه يجب تنقية الكشوف، لكن في هذا الوقت ربما يكون الوقت غير والظروف غير مواتية في الوقت الحالي. الولايات المتحدة الأمريكية أو ما يعرف بالجدار العازل، الولايات المتأرجحة وهي 7 ولايات، ربما تكون الفاصلة في هذه الانتخابات، وربما تحاول هذه الولايات أن يعني تستقطب كثير ومجموعة كبيرة من الناخبين، لكن هذه الولايات قادرة على إنجاح ممثل لها وإدخاله على كرسي البيت الأبيض. العالم ينتظر إيمان، الشرق الأوسط والجاليات الإسلامية داخل الولايات المتحدة الأمريكية. بالأمس يوم الجمعة كانت بعض المساجد، والتقينا ببعض الجاليات الإسلامية والمسلمين في نيويورك تحديدا، تحدثوا عن أن من يمكنه أن يلبي رغبات وطلبات المسلمين والجالية الإسلامية داخل الولايات المتحدة الأمريكية سيكون له صوت قريب. وهناك ولايات بالفعل هي قريبة في التصويت إلى ترامب، علما بأنه هناك إنجاز التعبير، هناك مغازلة للجالية الإسلامية والجالية العربية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا أن الكل يغازل في هذا التوقيت بالتحديد قبل 3 أيام على إجراء الانتخابات في 5 من الشهر الجاري. 3 أيام تفصلنا عن هذه الانتخابات، والعالم ينتظر ويترقب هذه الانتخابات وما ستسفر عنه تلك الانتخابات. من سيحكم البيت الأبيض، الجمهوري أو الديمقراطي؟ القضايا ملحة والقضايا كثيرة والقضايا، لكن ما يهمنا في الشارع العربي والإسلامي من يلبي طلبات العرب ومن يحمي العرب ويوقف دماء المسلمين والعرب.
والجاليات الاسلاميه ومن يوقف الحروب سواء في غزه او في لبنان او في محيطنا في الشرق الاوسط، مما لا شك في ان هذه الانتخابات تاتي في وقت يتصارع فيه العالم وهناك حروب كثيره، يعني ربما يكون هناك وقت لهذه الحروب، وربما ايضا ستكون هذه الانتخابات فاصله في تاريخ الولايات المتحده الامريكيه. ايمان، أشكرك جزيلا على نقل الصورة مصطفى مزار، كنت معنا على الهواء مباشرة من نيويورك.